مساء الفل على حضراتكم او صباح الفل ايا كان التوقيت اللي حضراتكم بتشوفونا فيه. انا مجدي عبد الغني وده سائقكم الواقع. معانا فيديو النهارده ابشع جريمه قتل الاطفال ممكن حضرتك تشوفها في تاريخ حياتك، لان احنا شفنا حوادث كتير زي الطفله جنى، زي الطفل زياد وغيرهم، حادثه الايفون، حاجات كتير جدا، وبعض الاطفال وكان من ضمنها اللي هي سرقه الحلي الذهبي او مشابه او خاتم، وبيبدا ان هو المجرم هنا بينفذ الجريمه بتاعته، لكن مش بالبشاعه اللي احنا هنحكيها معانا النهارده. الواقعه بتاعتنا النهارده بتاعه الطفله زمزم اللي انتم شايفينها قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشه. الطفله زمزم اللي عمرها 5 سنوات، اللي هي كل ذنبها في الحياه ان والدتها ووالدها لبسوها حلق من الذهب، وده اللي هتدور الاحداث كلها عليه، لكن الاحداث هنا فيها كارثه ماساويه فعلا. يعني انت تخيل لما نسرد معاك الاحداث دلوقتي هتعرف فعلا ان هي ديت شيطان في هيئه بشر، او المراه التي غلبت الشيطان. زمزم بتلعب زيها زي اي طفله او زي كل الاطفال اللي من سنها في محافظه سوهاج، وهي بتلعب زيها زي اي طفله شافتها جارتهم اللي هي بتشتغل بتلم العيش وبتبدا انها توديه القصاره وتبيعه بالكيلو للي عنده مواشي، للي عنده طيور، فراغ، بط، من الكلام ده. وهي شايفة ان دخلها بسيط، او هي شايفة ان الحياة غالية عليها، فقالت ان انا لازم اعمل اي حاجة اجيب منها برستين مستعجلين وبسرعة. هي من هنا بدأت تحوم حوالين الطفلة زمزم، وبدأت ان هي عايزة تستدرجها في اي وقت، وفعلا اتهيأت لها الفرصة المناسبة بالنسبة لها زي ما هي دار في مخيلتها، وقالت ان هو ده انسب وقت. زمزم بتلعب مع اصدقائها ومع الاطفال اللي من سنها في الشارع، وكان معاها بالونة، خدت منها البالونة وحدفتها داخل البيت بتاعها وقالت لها خش يا زمزم هات البالونة من جوه، علشان زمزم تخش البيت وما كانتش تعرف ان هي ديت اخر دقيقة في حياتها، او بعد ثواني هتلقى حتفها على يد الشيطان. من هنا بدأت الاحداث. اول ما زمزم دخلت البيت من هنا مسكت الست الخشبة اللي هي بتفرد بيها العجين وضربتها على دماغها 5 6 مرات لحد ما الطفلة زمزم فارقت الحياة. وما استكفتش بكده، دي كانت اول بشاعة في الجريمة البشعة اللي هتشوفوها معانا. من هنا بدأت ان هي عايزة تتخلص من الجثمان. لها فرن اللي هو الفرن الفلاحي زي ما في كورة كتير جدا وزي ما في اماكن كتير جدا، لها فرن، لكن الفرن ده خارج المنزل في الشارع امام المنزل. خدت الطفلة واشعلت الفرن بتاعها، وبعد ما اوقدته مظبوط وحطت فيه فحم كتير جدا حطت الطفلة فيه، وبعد ثواني او بعد دقايق معدودة بدأت ان ريحة الشعر وريحة الجلد وريحة الطفلة تطلع وتظهر، وده وقت في اخر النهار او قرب المغرب، فالوقت ده يبقى وقت مكشوف، لا هو وقت خبيث بالنسبة لها، والريحة هتدور في المكان كله. فهي خافت جابت مية وطفت النار وشالت الطفلة داخل شوال بلاستيك ودخلتها جوه البيت. في التوقيت ده شافتها بنتها، في التوقيت ده وهي شايلة الطفلة زمزم وداخلة بها البيت، بنتها شافتها ودارت الأحداث وعرفت كل حاجة من اللي بيحصل، وقالت لها أنا شايفاكي من الأول وأنت بتعملي كده. قالت لها أوعي تتكلمي حتى لو الحكومة جت بعد كده، بعد يوم، بعد 2 بعد 3 وسألوكي، أوعي تغلطي بأي كلمة، لا إما هموتك، أوعي تقولي أي حاجة وأنت شركتي في الجريمة. من هنا بدأت إن بنتها تخاف، ومن هنا هي عايزه تتخلص من الجثمان، لان بعد ساعات هيبدا ان الناس كلها في المنطقه تدور على الطفله زمزم وعايزين يعرفوا مكانها فين، او يعرفوا البنت راحت فين بالظبط. فعلا هي في نفس الليله الساعه 2 بالليل مشت 2.5 كيلو لحد ترعت ناجع حماد، علشان هي تعمل ايه؟ علشان تبعد التهمه عن المنطقه خالص، او ما يبقاش بعد العثور على بقايا الجثمان، لان طبعا الجسم متفحم بعد العثور، يبقى هي بعدت الشبهة عن الشارع وعن المنطقة خالص. وبالفعل راحت ورمتها في المصرف. الكلام ده كان قبل عيد الأضحى ب6 أيام، ومن هنا بدأت إن الحكومة تدور والأهالي والناس كلها تدور، ولكن علشان الجسم متفحم وهي رمتها في مكان، المكان ده أعزكم الله بيلم القاذورات والأكياس والمخلفات اللي بتبقى على وش المية. هو هنا من حسن حظ زمزم إن هي نزلت في نفس المكان، لكن هنا عثروا عليها أمس،
اول ما عثروا على البنت بعد 13 يوم او 14 يوم من الواقعه وهم بيطهروا نفس المكان علشان يشيلوا القاذورات ديت علشان سريان الميه او مجرى الميه، لقوا البنت موجوده. فبالبحث على طول بداوا ان هم يدوروا مين اللي متغيب او مين اللي ليه ينطبق عليه نفس المواصفات العمريه للطفله اللي هم عثروا على البقايا بتاعتها. دوروا لقوا زمزم، جابوا اهل زمزم، بداوا ان هم اتعرفوا عليها فعلا وقالوا ايوه فعلا هي بنتنا. لكن لحد هنا دلوقتي عايزين نعرف خيط الجريمه جاي منين وايه الخيوط اللي هي في ساعات معدوده تم حل اللغز على طول. بدأت ان الحكومة والتحريات الموسعة في المنطقة بتاعتها وبدأوا يراجعوا تاني اخر حد كان شافها، وبدأوا يسألوا الاطفال اللي هي كانت بتلعب مع زمزم في نفس التوقيت ده، زمزم راحت فين؟ طب زمزم دخلت فين؟ طب مين اخر حد شاف زمزم؟ وبدأت ان كل الشكوك تدور حوالين الست دي. واول ما تم القاء القبض عليها مفيش بعد 5 دقايق من القاء القبض عليها ومواجهتها بالاتهام على طول ان انت اللي عملت كده في زمزم، اقرت على طول ان انا عملت كده في زمزم. والمفاجأة هنا ان هي راحت مثلت الجريمة وراحوا حطوا لها شوال او شفاره زي اللي كانت زمزم فيها وشالتها نفس المسافه وسط صدمه كبيره جدا من كل اهالي صهاج. واحنا هنا بنطالب في القضيه دي بتوقيع اقصى العقوبه ان شاء الله للمتهمه والبنتها اللي هي شريكه معاها في القضيه واللي تم القاء القبض عليها ايضا، لان فعلا من ابشع القضايا اللي انت ممكن حضرتك تتخيلها على مدار حياتك.